السلام عليكم، مرحبا بكم معنا لالا بلوس. غادي نقدموا لكم ان شاء الله بما اننا حنا في حلول فصل الصيف شهيوات خفيفه وظريفه وسهله ان شاء الله اننا نحضروها. هذه اكله من تايلاند. عندنا ان شاء الله غادي نقدموا لكم الروز تاي. الروز تاي غادي نحتاجوا ليه الروز اللي عندنا. الروز هو اصلا من السم بالجسمه، هو كيتوفر في الاسواق. عندنا الرز من السم الجاسمات تقريبا واحد 250 غرام، وعندنا لي بيلون دو بولي واحد 250 غرام، وغادي نحتاجو واحد جوج بصلات مشلضين، وغادي نحتاجو كاس ديال الياغورت الطبيعي، غادي نحتاجو لا شابلور شينواز، غنحتاجو كذلك ثلاثه ديال البيضات. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الابزار الملحه، وغادي نحتاجو الثومه واحد جوج دريسات غيكونوا محكوكين، غنحتاجو المطارد لاصوص نيوكمان واحد ثلاثه المعالق كبار، وغنحتاجو الصوص لاصوص سوجا اللي كتكون خفيفه ماشي ثقيله، غنحتاجو كذلك جوج معالق. عندنا جوج معالق ديال الزبده وثلاثه البيضات. دابا ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ البصله غادي نشلضوها شرائح، غادي نقطعوها شرائح رقاق، وغادي نشحروها في المقله مع شويه ديال الزبده معلقه وشويه ديال الزيت البلديه وزيت الروميه، وجوج دريسات ديال الثوم يكونوا محكوكين. كنشحروهم مزيان حتى كيطيح البصله مزيان. ملي كطيح البصله كنزيدو لي صوص اللي سبق لي ذكرت، نيوكمان زائد الصوجا. صوص نيوكمان هي اباز ديال السمك الاسود، راه هي كتكون شويه مالحه هي الصوجا، دونك راعيو اننا ملي نضيفو الملحه راهما اصلا مالحين. ملي كتوجدنا البصله ديالنا كنضيفو عليها البيض، كنديرو اومليت بهم، كنطربوهم وكنطيبوهم مع داك البصله والثومه اللي ديجا شحرنا. ملي كيوجدوا لينا هادو كنخليوهم جانبا، وكنطيبو الروز ديالنا اللي من السم الجاسمه من الياسمين، كنغسلوهم طبيعه الحال مزيان واحد جوج ولا ثلاثه المرات باش كيحيد منو النشا. ملي كنغسلوه كنديروه يطيب في الماء يكون غليان وملح، وكنصفيوه، ومن بعد كنضيفوه على هذاك الشيء اللي سبق لنا شحرنا البصله والثومه طبيعه الحال، كنضيفوه عليه وكنخليوه جانبا. دابا بالنسبه للدجاج ديالنا، كناخذوا الدجاج بطبيعه الحال كنغسلوه بالطريقه ديالنا المعتاده بالملحه والحامض، وكنديروا شويه الملحه وكنخليوه ينشف. كنرقدوه في الياغورت الطبيعي ولا مطارد والبزار والملحه، وكنديروه في الصحن اللي غادي ندخلوه الفرن. وملي كندخلوه غنديروه في الفرن طبيعه الحال كنديروا فوق منه لا شابلور شينواز، كنديروا كنخليوه يطيب تقريبا عافيه مهيله واحد ساعه الا ربع ديال الطياب. وبالنسبه للتقديم غادي نوريكم الطبق الشكل النهائي ديالو.